ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. فيديو النهارده هيكون عن شنط الطوارئ. يا جماعه شنط الطوارئ، طبعا الفيديو ده مخصص للبنات فقط، يعني لو في اي ولد هيتفرج او كده بلاش، يعني فيديو مش هيفيدك خالص، فيفضل انك تسيب الفيديو عادي جدا. فالفيديو النهارده هيكون عن البنات وبس، انا والبنات نقعد ندردش مع بعضينا عادي جدا. المهم قولوا لي ايه رايكم في شعري، يعني اخليه كده ولا ارجعه تاني زي ما كان الاول؟ قولوا لي تحت في الكومنتات. ما علينا. وكمان عايزه اطلب منكم طلب قبل ما نبدا الفيديو، قولوا لي يا جماعه على الفيديوهات اللي انتم بتحبوها، يعني ان شاء الله تكتبوا لي، لو كل بنت هتكتب لي لسته كده من الفيديوهات انا موافقه، بس قولوا لي الفيديوهات اللي انتم بتحبوها علشان اعملها لكم على الشانل. وخلينا نبدا الفيديو ونبطل رغيبه. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشترك في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبتدي الفيديو. اول حاجه هنستخدمها هي شنطه، طبعا انا فضيتها يا جماعه. الشنطه دي في منها احجام كتير يعني، بس دي شنطه، دي كانت جايه مع شنطه باك. كنت جايباها عشان كانت اول سنه بقى كليه ومتحمسه بقى، فقلت اجيب شنطه، فهي عجبتني عشان دي. جبت الباك وكان معاها مقلمه وكان معاها الشنطه دي. المهم خليت الشنطه دي للشنطه الطاوله. بصوا ده كده من جواها. عامه هاتوا يعني حجم يكون شيء يعني حجم كده حلو يشيل كل حاجه. بصوا حجمها عامل ازاي، يعني حجمها كده حلو شويه يعني وسط. بصوا دي الحاجات اللي انا بحطها في الشنطه عامه، شنطه الطوارئ، وباخدها معايا لو يوم طويل في الكليه. كده يعني لو يومك طويل، عندك شغل، عندك كليه، مدرسه كده، لازم يكون معاكي يا جماعه شنطه الطوارئ، مش شنطه، هي شنطه، عشان يا جماعه بتحصل كده موقف محرجه وهنتكلم عنها، اظن انك فهمته يعني. ما علينا. اول حاجه هحطها دي، اول حاجه الشنطه. اول حاجه ممكن بقى مش هحط بالترتيب بالظبط يعني، هحط اي حاجه. اول حاجه يعني اهم حاجه عندي التوك، يعني ممكن توك استك كده، توك استك اللي هي الصغيره. انا شعري يا جماعه خفيف، فممكن اول توك اللي هي دي التكاتيك دي. دي اول حاجه كده هنحطها في الشنطه. يبقى حطينا توك، على الاقل خدي توكتين او ثلاث توك استك ربما يعني، وكم تكتوكه كده، تكاتيك اللي هي صغيره. اهم حاجه البرفيوم يا جماعه، باخد دول اللي هو على حسب، يعني حسب ما يكون ليا مزاج احط اني واحده، فباخد الصغيرين دول. الصغيرين دول كنت جايباهم من ماي ويد، في واحده رابعه بس خلصت، بيبقى مجموعه كده على بعضيها في علبه صغيره. ودي بتاعه ايفون اللي هي فراوي، هقول لكم على ريحته. دي من العلبه اللي هو العلبه اللي كان فيها اربعه، فيها كان فيها جوي، دي ريحتها تحفه يا جماعه. و هابينيس دي، هابينيس وتندر بوكيت دي. المهم التلاته دول حقيقه يا جماعه ريحتهم حلوه قوي، والرابعه كان ريحتها وهم بصراحه، بس مش عارفه راحت فين، مش فاكره اسمها، وتقريبا هي خلصت. وبتاع ايفون اللي هي فراويل طبعا، يعني ممكن تحطي واحده، ممكن تحطي الصغيرين اصلا يعني مش بياخدوا مكان، فانا بحب احطهم كده على بعضيهم كده. حطينا طواق وحطينا البرفيوم. ممكن كمان ناخد مزيل عرق، ممكن او اي ديودرنت عندك. ممكن كلمتكم قبل كده عن مزيلات، واسيب لكم كمان اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. هو ده اللي انا بستخدمه، هو ده اللي انا بستخدمه على طول يعني. ده حقيقي تحفه يا جماعه، اللي هو لازورت اللي هو ده، او ممكن تاخدي اللي انت عايزاه، بس يفضل يعني هو حاجه صغيره علشان ما تاخدش مساحه كده، ماشي. بعد كده طبعا مرايه اللي هي الصغيره اللي دي، كنت جايباها من على النت، مش فاكره حقيقي سعرها كام يعني. اللي بعد كده طبعا يا جماعه ما ننساش المناديل، دي اهم حاجه، والمناديل اللي هي الوايبس، بس طبعا مش هتاخدوا كل دي، اللي هي في المناديل الوايبس اللي هي بتبقى صغيره يفضل يعني طبعا. فاللي هي المناديل دي والوايبس، يعني معيش منها الصغير لانه خلص، فاللي في منها الكبير، ف
حطوا الصغير. ممكن كمان صح نسيت اقول لكم المزيل العرق ده برضو ممكن، يعني هو رفيع شويه بس طويل، بس برضو مش بياخد مكان، ممكن تاخدوه معاكم يعني على حسب ما انت عايزه، ممكن ده او ده، بس يفضل يا جماعه خدوا عينات صغيره، خدوا عينات. بعد كده طبعا كالعاده مرطب شفايف، ده اللي انا بستخدمه اللي هو بتاع تانكو ماجيك ليب بال اللي هو بتاع الالوفيرا اللي هو ده، ده كده كنت برضو جايباه، لا مش جايباه من على النت، كنت جايباه عادي من محل عادي جدا يعني. المهم ده لو شفايفك بتشقق في الشتاء وتحصل بلاوي كده هاتي ده حلو قوي. وفي كنت عامله فيديو عن انواع الليب بالم اللي هي الحلوه، فروحي شوفي الفيديو هسيبه لكم برده يا جماعه في الديسكريبشن بوكس تحت. بعد كده بناخد اللي هي دي، دي بصوا بقى ايه يعني ايه، استنى افتح لكم هي دي اللي هي بتاع الضوافر، شامله كل حاجه فيها قصافه مقص الحاجة اللي هي دي اللي مش عارفة اسمها ايه، بس هي اللي بتشيل الجلد اللي زي دي تقريبا، دي ما استخدمتهاش بس تقريبا يعني اللي هي بنوسع بيها خش كده حوالين الضفر، ودي بجد يا جماعة معرفش ايه استخدامها اللي هي الرفيعة دي، وده مبرد. بس بقى انصحكم نصيحة، بلاش تستخدموا مبرد عامة حديد، استخدموا المبارد دي اللي هي ده اللي هو بيبقى عامل ازاي اللي هو خشب تقريبا كده او حاجة زي كده، ما علينا. استخدموا المبرد اللي هو زي ده، بلاش حديد لان هو اصلا غلط ومش صحي على الضفر نفسه، كمان لو انتي مربيه ضوافرك وكده فبلاش، ولو حاطه ضوافر زي حالاتي كده يا جماعه برضو ينصح انك تعمليها بالمبرد ده، فده انا هحطه انا برضو في الشنطه. ايه ودي برضو نحطها عشان لا قدر الله كده ضفر اتكسر حصل اي حاجه بنلحق نفسنا صعب بيها. ايه برضو ده بتاع السمغ او الامير بتاع الضوافر اللي انا بستخدمه يا جماعه، وهعملكوا كمان ريفيو عن ازاي نركب الضوافر بطريقه صح وما تكونش باينه ان هي انك مركبه ضوافر زي الكوفرات، وهقولك السمغ الحلو اللي انت تستخدميه اللي هو ده طبعا وهبقولك عليه، وهقولكوا عن انواع الضوافر اللي انا بستخدمها عامه، بستخدم كتير ما تعدوش. فاللي هو ده بحطه برضو كمان في الشنطة. بصوا بقى نتكلم بعد كده، طبعا بما ان في كورونا بقى والجو ده ما ننساش الماسك والكحول يا جماعة، الكحول ده يعني من ضمن الشنطة يعني، او تحطيه برا الشنطة الطوارئ ما علينا، مهم ما ننساش من الحاجات الاساسية. بعد كده نتكلم عن كلمات الترطيب، لو ايديكي بتشقق او بتبقى جافة كده في الشتاء ممكن تستخدمي الكريم ده اللي هو بتاع نيفيا سوفت، وممكن بتاع ايفون كير. بصوا يا جماعة انا ده لسه جايباه ولسه ما استخدمتوش بصراحة، بس انا استخدمته وانا عند واحدة صاحبتي وحقيقي كان تحفة جدا يا جماعة، وترطيبه هايل وريحته روعة يعني حاجة كده تحفة. المهم ناخد يعني انا هاخد الصغير احطه في الشنطة. المهم كمان هعمل لكم ريفيو عن افضل كريمات ترطيب في الشتاء واللي انا استخدمتهم فعلا نتيجتهم فعالة وبتخلي الجلد يترطب كده وتبقى حلو. بس ولو لسه ما عملتوش يا جماعة لايك، انزلوا اعملوا لايك تحت وشير لاصحابكم عشان نكبر، واشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طيب اخر حاجة هتكلم عنها وهي مش ده بوك على فكره يا جماعه، فلوس عادي جدا، بس هقول لكم انا حاطه فيه ايه، اللي هو حاطين فيه البادز او الفوط الصحيه، عشان انا عارفه ان هو بيحصل بلاوي يا جماعه وبيحصل مواقف محرجه، واكيد كل بنت يعني حصل لها موقف محرج بسبب الموضوع ده، مش عايزه اشرح قوي كده عشان يعني مش متعوده ان انا اتكلم يعني على الكاميرا في الحاجات دي. المهم يعني ان اهم حاجة انك تاخدي على الاقل 3 4 معاكي، ممكن كمان عشان تبقي فريش طول اليوم وريحتك حلوة. في كمان اللي هي الفوط اليومية بتاع كير فري او اي نوع تاني انت بتستخدميه اللي يريحك، ومش شرط البادز
لا بستخدمه يعني نوعه عادي، يعني اللي انتي متعودة عليه كملي فيها عادي. المهم يا جماعة، من أساسيات الشنطة دي أهم حاجة يا جماعة، دي أهم واحدة، دي ما تتنسيش. طبعا هو بيبقى ليها زي بوك كده صغير، بس طبعا أنا مش لاقي البوك ده وأحاول أجيبه فحطيته في البوك الصغير ده. المهم ده كده وصلت لنهاية الفيديو، ويا رب فعلا يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. وبليز يا جماعه عيدوا تاني، اكتبوا لي تحت في الكومنت اللي انتوا عايزينه من الفيديوهات. في كام بنوته كده عماله تكتب لي ماشي انا هعمل لكم كل الفيديوهات اللي انتوا طالبينها، بس عايزه فيديوهات اكتر. اعملوا لي قولوا لي ايه الفيديوهات اللي انتوا عايزينها اللي انتوا بتحبوها، يعني سكين كير، حاجات عن الجسم، ازاي تهتم، الحاجات دي. اشوفكم في فيديو جديد قريب يا جماعه، باي باي.